هذه الحفر والشوارع المدمرة في مدينة أريحة التي يعود تاريخها إلى 10,000 سنة قبل الميلاد، وتعتبر من أقدم المدن في التاريخ. لا توجد أرصفة في هذه المدينة التي استقبلت أكثر من 2,000,000 سائح فلسطيني وأجنبي في العام 2022. احنا بحاجة إلى شوارع، لسه في أرصفة ما في عنا شبكة صرف صحي كاملة، ما في عنا كمان قطاع المي. احنا في الصيف بنعاني كثير من المي. البنية التحتية هي بحاجة البلد لبنية تحتية، لأنه ما شاء الله شوارعنا في الشارع مضبوط، يعني كله مكسر وكله مطبات، وكل واحد باب داره بيعمل مطب اللي بده إياه. هذا دليل على أنه ما فيش رقابة يعني من بلدية أو غيرها لعملية المطبات اللي في البلد قاعدة بتصير. كل واحد باب بيته بده يحط مطب. عندنا الدوار كان حجمه أكثر من دوار الساحة العامة في المدينة، كان تصميمه السابق تصميم ممتاز، كان يصف حولين الدوار من 30 ل 40 سيارة. قبل 15 سنة كبروا لنا إياه، مع الأسف أضر في مدينة أريحة بحيث أنه صار ازدياد السيارات وما فيش مكان يصفهم. شبكة صرف صحي غير مكتملة، وشبكة مياه تحتاج إلى تطوير وسط شح المياه أصلاً في المدينة التي تسمى محلياً وعالمياً مدينة القمر. بالنسبة للبنية التحتية يعني مدينة أريحة هي بتستحق أكثر من هيك. البنية التحتية يعني ما بنحكى فيها، لأنه شبه ما في بنية تحتية عندنا. يعني عندنا تم إنشاء مشروع مجاري، لكن للأسف الشديد يعني غير مكتمل، حتى لدرجة إنه معظم الناس مش مقتنعة فيه. وإذا طلعنا يعني على معظم الشوارع عندنا يعني لا تصلح يعني نهائياً. في أريحة مناطق أثرية وسياحية متعددة، أهمها جبل التجربة الذي يحتوي على كنائس وأديرة وكهوف للنساك منذ القرون المسيحية الأولى، هذا إضافة لقصر هشام الذي شيده الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك سنة 743 ميلادية، ويحتوي على مجموعة من البنايات والقاعات المليئة بالأعمدة الأثرية، ويتميز بالفسيفساء والزخارف والحلي التي تعتبر من الأمثلة الرائعة للفن والعمارة الإسلامية القديمة، ناهيك عن عدد كبير آخر من المواقع السياحية والدينية مثل وادي القلط. منظمة الأمم للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو أدرجت مدينة أريحة القديمة تل السلطان على لائحتها للتراث العالمي، وأمام هذه الأهمية التاريخية والدينية فإن المرافق السياحية والبنية التحتية لا تتناسب أبداً مع أهميتها التاريخية والدينية والسياحية. السائح بشكل عام لما يجي على المدينة زوارها بيطلع على الشوارع بشكل عام، كيف من ناحية الإصلاح الشارع ومن ناحية النظافة كمان، فهذا بحطه بعين الاعتبار هل هو شاف مدينة نظيفة وحلوة اللي هي صالحة سياحيا أو لا. طبعا تعد مدينة أريحة هي أقدم مدينة في العالم، وهي مدينة سياحية يوجد بها أكثر من موقع سياحي، لكن هناك عائق اللي هو تعاني المناطق السياحية من قلة عناية من قبل الجهات المسؤولة. المطلوب من بلدية أريحة بتعاون مع وزارة السياحة والأثار تأهيل هذه المناطق لتصبح أكثر جاذبية للسياح سواء من الداخل أو من خارج فلسطين. البنية التحتية بمدينة أريحة بشكل عام بحاجة لعمل جاد، وأنها متهالكة بحاجة لصيانة، وبحاجة لرؤية مستقبلية ووضع خطة استراتيجية للعمل حتى تليق في المدينة بحد ذاتها.
المجلس البلدي المنتخب في العام 2022 وعد المواطنين بمجموعة من الوعود خلال فترة الدعاية الانتخابية، أهمها تطوير البنية التحتية وتطوير الواقع السياحي في المدينة، لكن البنية التحتية ما زالت على حالها رغم تعبيد بعض الشوارع هنا أو هناك. توجهنا إلى بلدية أريحة وطلبنا مقابلة رئيس البلدية، لكنه رفض التحدث معنا في هذه القضية المهمة. رئيس البلدية عبد الكريم سدر كان قد صرح لشبكة وطن الإعلامية في وقت سابق أن المجلس البلدي لم يستطع تنفيذ العديد من الوعود الانتخابية بسبب عدم التزام الحكومة بسداد ديونها التي تتجاوز 62 مليون شيكل، متهماً الحكومة بالتقصير الكبير في أريحة، والنتيجة بنية تحتية متهالكة. أريحة بتحتاج لأكثر من 15 مليون دولار لتعبيد الطرق اللي موجودة فيها، الطرق مدمرة بالكامل، الطرق من فترة طويلة لم تتم أي عملية تعبيد للطرق أكثر من 10 سنوات. يفترض أنه يكون في بموازنة السلطة مبلغ لهاي المدينة المعبر الرئيسي لفلسطين، لازم يكون في دعم لهاي المدينة التاريخية. وفي ظل أهمية أريحة السياحية توجهت وطن لمساءلة وزارة السياحة عن دورها في تطوير المدينة على مختلف الأصعدة. الوزارة أكدت أنها لا تتحمل المسؤولية وحدها عن ضعف البنية التحتية السياحية في المدينة. لا شك أن أريحة مثلها مثل باقي المحافظات تحتاج لتطوير البنية السياحية، البنية التحتية السياحية، وهذا حقيقة مش فقط دور وزارة السياحة والآثار، هو دور عدد من المؤسسات من ضمنها البلديات والوزارات المختلفة. كوزارة السياحة حقيقة منذ استلمت صلاحياتها وزارة السياحة والآثار من دخول السلطة الوطنية الفلسطينية قامت بعدد من المشاريع الكبيرة لتطوير البنية التحتية السياحية وخاصة في المواقع السياحية والأثرية. يعني كان آخرها تسجيل أريحة تل السلطان على لائحة التراث العالمي، مما سيساهم لا شك في زيادة أعداد السياح القادمين لأريحة. أمام ما سبق، فإن ضعف الإمكانيات وعدم تنفيذ الوعود الانتخابية وإلقاء اللوم على الآخرين أسباب أدت إلى تفاقم مشكلة البنية التحتية في مدينة القمر. وأمام ذلك فإن الجهات المسؤولة مطالبة بأن تتحمل مسؤولياتها في تطوير واحدة من أهم مدن فلسطين.